مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم فيديو جديد لفري فاير. قبل ما نبلش هذا الفيديو، اتمنى من كل اسطوره قاعد يشاهد هذا الفيديو ينزل لتحت يحط لايك ويشترك بالقناه، ولو كان مشترك يفعل جرس التنبيهات مشان يوصلوا كل فيديو جديد بقناتي. طيب يا اساطير، انا شحنت 600 جوهره اليوم بحسابي، واخذت هذا السكن الأسطوري يوم بويا لجدار الجلو، وأخذت أيضا سكينة شفرة بويا لسكينة بارانغ. طيب شوفوا، هذا هو سكين مرة ثانية لجدار الجلو، وهذا هو سكين لشفرة بويا لسكينة بارانغ، شكله أسطوري، والله شكله أسطوري خرافي. طيب يا أساطير، في عنا هون هذا مكافأة من بويا، حصلت عليها من حدث متاع 10 دقائق، تقدر تحصل عليها من تطبيق بويا شاهد 10 دقائق من مقاطع فيديو الفترة 5 إلى 9 نوفمبر 2020. تقدر تحصل على هذا الصندوق أو تحصلون على 10 جواهر أو 50 بطاقة بويا. هذا الصندوق هو اسمه صندوق غنائم رجل الإطفاء، ويلا بنا نفتحه للحصول على كل. فتح. يا للأسف خلينا بيه 300 قطعة نقدية. طيب أصدقائي، خلينا مركزين بفيديو اليوم، فيديو تبع اليوم. على شو راح يكون فيديو اليوم؟ فيديو اليوم يا أصدقائي راح يكون على الشخصية الجديدة، واللي هي شخصية كشمر. هذه هي شخصية كشمر، Mind over matter. طيب ففي الفيديو يا أصدقائي إن شاء الله راح نشتري هاي الشخصية لأصدقائي ونجربها باللعب ونشوف شو هي خاصيتها. Some people are prisoners of their own mind. ناخذ سكرين شوت. Some people are prisoners of their own mind. هي شخصية كشمر. يلا ندخل الجيم ونجرب الشخصية وسكين الجدار الجلو وسكينة السكينة
الذي أخذناه. قبل ما ندخل نسجل دخولنا وندخل. جاي. يلا أساطير ندخل ونجرب هذا سكين. أساطير أول شيء شوف أساطير الأبي قاعد يزيد وأنا في الطيارة قاعد يزيد الأبي. شوف أساطير الأبي قاعد يزيد 20 وأنا في الطيارة وهو يزيد الأبي. عفوا نسيت أن أحكي لكم شو هي خاصية هذه الشخصية. هذه شخصية كل فترة زمنية راح تعبي لك الـ OP حتى الـ 150 وراح تولي الـ OP على 250 في عوض 200. يوكو يا شباب انا توها نزلت الجيم صار عندي تقريبا 50 فتر 50 UP. شوفوا يا شباب شوفوا الزر UP هذا الزر مثل يعني شخصية ألوك شخصية وكونغ. في زر لكي يتفعل خاصية تبعها. يلا يا شباب راح ننزل على هذا الزر. شوفوا شوفوا يا اساطير شوفوا الدائرة التي تحيط بها هي افضل من دائرة تاع الوك لانه الوك تحسها معناها دائرة متاعها ياسر الوين ضاوية ياسر معناها. شوفوا الدائرة هذه ما تظهر حتى في اللون أحسن من شخصية ألوك. أساطير في حاجة ثانية انه هاي الشخصية لما بتكون تلعب سكواد او ديو ووقع صديقك تقدر انه ترفع الاوبي تبعه لما تروح بجنبه. أساطير في ميزة أخرى اللي هي كي ينقص الـ HP الـ OP يزيد الـ HP وفي نفس الوقت الـ OP يزيد معناه الـ OP يزيد والـ HP في نفس الوقت يزيد ينقص من الـ OP والـ OP يزيد في نفس الوقت. طيب تلاحظوها بعد شوية مثلا أنت مش مفجر السيارة هذي كما ترون نقص لي الدم ديريكت تتعبى ديريكت تتعبى من اوبي. ولا عن جد ما في ما راح تلاقوا احسن من هذه الشخصية. انصحكم انو تشتروها. طيب اساطير الان خلينا نلوج على جدار جلو ونجرب وخليت نجرب سكين تبعهم. يا اساطير وهيك دبرنا جدار جلو وهيك نحطوه. شوفوا جدار جلو نتاع بويا
طيب يا ساتير، والآن خلينا نبحث على السكينة ونرجع لكم بشتراو سكينة السكينة يا ساتير. وهيك لقينا هذا السكين، والله حقا صعب جدا حتى لقيتوا هذا السكين. شوفوا شوفوا هيك شكله، تحرك تحرك، شوفوا شكله يا ساتير. طيب والآن جربنا جميع السكينات، تعرفنا على ميزة الشخصية تبع كشمر، الشخصية هذه تتعبى حتى إذا طورتها ماكس راح تتعبى حتى للمئة وخمسين اوتوماتيك تلقائيا اول ما تهبط الجيم، معناها من الطيارة وهي تتعبى. وبعد فيك تنزل على زر بي لكي تتعبى اكثر. يلا يا اساطير، والان راح اخرج من الجيم. It's all in the mind. شوفوا شوفوا الجملة اللي قال، والله صوته حلو. It's all in the mind. It's all in the mind. It's all in the mind. طيب يا ساتير خلينا نشوفوا هي النكتة. اشحن مجددا، اختر واحد من اكثر فينا، يعني نختار جائزة من هذه الشخصيات. هي سوف اختار موكو. وهيك حصلت على شخصية موكو، تعال نجربها. هذه هي شخصية موكو. نلبسها مثلا لبسة هي لبسة، وبعد نرجع شخصية كشمر. هنا نرجع شخصية كشمر. طيب يا أصدقاء، الشخصية هذه والله بصراحة عجبتني كتير، هي أحسن من ألوك. اللي حابب يشتري هذه الشخصية فقل له عن جد لا تفكر بالموضوع أكثر من هيك، روح فورا واشتريها، اشتري هذه الشخصية وصدقني راح تعجبك ولن تندم. طيب أصدقائي، هاي كانت شخصية، هاي كانت هذه شخصية كشمر. هذا هو كان الفيديو تبع اليوم، فأتمنى هذا فأتمنى هذا الفيديو عن جد نال اعجابكم، واتمنى تكونوا ما نسيتوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة، واذا كنتم مشتركين فعلوا جرس التنبيهات عن عشان يوصلكم كل فيديو جديد قناتي. It's all in the mind. في المجموعة في الصورة التجريدية
أيضا هذه اللي تبع شخصية موكو، وهذه تبع شخصية كشمر، حطيناها تم التزويد. وهيك وصلنا إلى آخر الفيديو تبع اليوم. في صديقي فتح قناة يوتيوب جديدة خاصة بفري فاير، راح تلاقون رابط القناة بالوصف أسفل الفيديو. الرجاء الاشتراك بها وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء يا أصدقاء، إن شاء الله أشوفكم بخير وإلى اللقاء.